نخش في الموضوع على طول. بتبدا الحلقه وانت في بيت مايكل وبيجي لك مكالمه من ليستر وبيقول لك انه هيحول لك فلوس الهايست على حسابك البنكي وانه كمان ادى مدرازه فلوس البيت اللي انت وقعت. انت بتقول له خلصان يا ابو كرش، وبعد كده بتبقى رايح لديف عشان اللي كان بيحذرك من تريفر، ولما بتوصل هناك بيبدا يقول لك ان في اخبار مش كويسه وهي انه عارف انك عملت هايست على محل مجوهرات وفي نفس الوقت بيداري عليك. والمهم انه بعد كده بيبقى شبه بيهددك عشان تعمل له مهمه تحل بيها مشكله، وبعد كده بيبدا انه يقول لك هو عايز ايه، وهي انه عايز منك تجيب له حد اسمه فيردناند كيرمروف، وده لانه معاه معلومات هتوديه في داهيه. فانت بتقول له طب انا هخش المكان ده ازاي بقى، فبيديك واحده وبتبقى هتمثل انك ميت عشان تخش جوه تشوف موجود ولا لا. بعد كده بتفوق جوه وتهجم على اللي بيعاينوا حالتك وبتخلص على الحارس وبتشوف الجثه، بتلاقي واحده، فاكيد يعني مش الراجل يعني سبحانه. وبعدها بتتصل على ديف عشان يقول لك تعمل ايه، فبيقول لك انه هيخلي واحد يقطع الطاقه عن المكان، بس انت لازم تطلع فوق من السلم هتلاقي شباك تهرب منه. فانت بتبدا تعمل ده وبتخلص على كل الحراس اللي بتقابلهم لحد ما بتوصل لمكان الشباك، فبتضرب نار تكسره وبتنط من الشباك. بعد كده الشرطه بتبدا تطاردك، فانت تاخد عربيه وبتهرب منهم، ولما بتهرب بتتصل بفرانكلين وبتقول له يقابلك في مكان بتتفقوا عليه وبتقول له يتاكد ان محدش مراقب. بعد كده بتطلع على المكان اللي اتفقتوا عليه، وانت في الطريق بتكلم ديف وبتساله على اللي حصل، وبيقول لك ان حصل سرقه المعلومات من شركه ولو وصلت للاف بي اي او الاي اي اي هيحصل مشكله كبيره. فانت بتقول له فكني يا عم من الحوار ده، وبعد كده بتخش على فرانكلين وبتقول له ان لازم نخرج من المدينه في اي رحله طويله يعني. ففرانكلين بيبدا يسالك حصل ايه وكده، وبيضغط عليك لحد ما بتقول له كل حاجه، وهي انه قتل حد بالغلط وديف ده اتستر عليه والموضوع كان ماشي فل لحد ما ظهر تاني وبدا يطلب منه خدمات تعملها له، وكمان حوار تريفور ده وانكم ليكم تاريخ اسود مع بعض وحاجه يعني فل. بعد كده فرانكلين بيسالك هتعملوا ايه، فقال لك انه مضطر يجاري الاثنين ويعمل لهم بقى اللي عايزينه لحد ما يشوف حل بقى. ففرانكلين بيقول لك يعني انا كده ضايع وكده ضايع، يبقى خدني انا معاك في اي حاجه يا اسطى، وساعتها المهمه بتكون خلصت. بعد كده بتبقى واقف بتريفر ومقرر انك هتروح لشقتك تشوف ايه المهمه اللي هناك، بس قبل ما بتروح قلت اعمل حلقه يعني انسان كافر، ما انت كافي يا عم تريفر يعني ما يليش عليك غير الجفه دي يعني. المهم بتروح للبيت، وانت داخل بيبقى صاحب البيت ده بيبقى هيشتمك، ولما بيشوفك بيقول لك يا عليك ده انا بهزر. المهم بيتكلم انه خايف صاحبته تسيبه وكلام ملوش لازمه كده يعني. بعدها بيبدا تريفر يتكلم عن انهم طالعين طالعه كده المكان بتاع الحاويات، فبتبداوا تتحركوا على هناك. بعدها بتلبسوا لبس المكان، وانت في الطريق بتبدا تتكلم عن اللي عايز تسرقه وانك مش عارف اصلا انت عايز تسرق ايه، بس هو اي حاجه غريبه خلاص يعني ولا شيء فيها. المهم لما بتوصلوا بتخش على انكم عمال وبتروحوا المكان تنفذوا شغلكم اللي المفروض انت كعامل تعمله. المهم بعد ما بتخلص عشان رخم جدا يعني بصراحه حاجه بيض، بتروح علشان تشيل الحاويات وتحطها على التريلات، ومنها بتبقى فرصه انك تصور السفينه عشان تبعت الصور لرون ويقول لك على اللي فيها. المهم بتروح عشان تنفذ وبتصور الاول الحاويات، وبعد كده بتصور اماكن الحراس، وبعد كده بتصور صوره السفينه كامله وبتبعتهم لرون. بعد كده بتنزل عشان تاخد التريلا عشان تكمل شغلك وبتوصلها للمكان المطلوب، ولما بتيجي تخش الحراس بيوقفوك وبيقولوا ان ممنوع الدخول هنا، وانت بتعمل انك ما بتتكلمش انجليزي، وبعدها بيبداوا يتشغلوا في اللي معاك وانت بتخش تسرق شنطه وبتهرب من المكان. بعدها بتمشي وبترجع للبيت تاني وبتلاقي ويد قاعد وريحته معفنه. المهم يعني بترمي صوره الولايه اللي على الحيطه دي وبتحط الخطه اللي هتعمله بقى الهايست على المكان، وبيبقى قدامك طريقتين، يا اما توغل في السفينه وتفجر المكان وتخش بالغواصه عشان تاخد المطلوب، يا اما تروح بالغواصه وتسرق اللي هيدلكم عليه الرادار وتشوفوا ايه هو وتاخدوه، وفي كلا الحالتين في اكشن يعني. فانا بختار الخيار الاول، وعموما انا ما كنتش فاهم اصلا فاخترت اي حاجه وخلاص يعني. المهم بتقول انك هتكلم مايكل وفرانكلين ينضموا معاكم للهايست، وبعدها بيجي قريب ميد وبيقول لك ما ينفعش تعمل هايست على المكان اللي بشتغل فيه، فانت بتقول له لو يديك اللي حصل لقريبك ده هيبقى وربنا ما عرف ايه الهبل اللي هو قاله ده، بس يعني نعديها يعني وماله يعني. المهم ساعتها المهم بتكون خلص. بعد كده بتتصل بمايكل تقول له انه يجيب معاه حد يكون بيثق فيه، فبيقول لك خلصانه وممكن تشوف هو برضه اللي رؤيه حلوه في الموضوع. بعد كده بتحول لمايكل وبتروح لبيتك تشوف ايه الحوار هناك، فبتوصل وبتبقى قاعد بتتفرج على التلفزيون، وكالعاده يعني اماندا بتيجي تتخانق معاك عشان حوار تريفور اللي ظهر فجاه ده، وبعدين بيخش عليكم بتاع اليوجا نمستي، وبتبقى اماندا هتعمل جلسه يوجا، فالمدرب بيقول لك تيجي معاها تجرب تطلع الطاقه السلبيه وكده، فانت بتبقى رافض، وبعد كده بترضى وبتروح معاها، فبتبدا تعمل معاهم الجلسه لحد ما بتخلص، وبعدين بتلاقي عامل وضع فبتهجم عليه، وبتلاقي اماندا شتمتك عشان انت همجي وبتسيب لك البيت وبتمشي. يعني كل حاجه اقول عليكم ان انتوا عيال هبله يعني مفيش غير كده. المهم انت بتقرر تروح لابنك جيمي تقضي معاه وقت وكده، وبتروح له وبتقول له يلا ننزل سوا شويه، فقال لك انه هيقابل حد صاحبه، فانت بتقول له قشطه نقابله سوا وكده، فهو جاي معاك بقى بيقول كلمتين في سره كده، لان نعم انت عايز قفا عباسي يدلعك انت عاط. المهم بتنزلوا وبتروحوا للمكان المطلوب، ويبان
كمان ان ابنك جاي يقابل واحد عشان يديله حشيش يعني وحاجه يعني هم. وانتوا في العربيه بيبقى مايكل بياخد حته منه ودماغه بتقلب كفته خالص، وبيبقى مش عارف يسوق لحد ما ابنك بيرميك بره العربيه. بقول لكم عاقه يا جدعان، وبياخدها وبيمشي. بعد كده اللعبه بتدخلنا جوه دماغ الصراصير اللي هو عاملها دي، وبنلاقي مخطوف من فضائيين، حاجه في قمه الضحك يعني. المهم لما بتفوق من الهبل ده بتبقى واقف ملط في الطريق، وبتقرر ترجع للبيت. ولما بتوصل بتنادي على جيمي واماندا وكده وبتدور عليهم، ما بتلاقيش حد. وبعدين بتلاقي رساله من مراتك بتقول لك فيها انها تعبت بقى من عيشتك وبتفكر تخلعك. فضحتك يا مايكل، هتتخلع اخرتها. المهم انها قالت لك انها تبعد فتره وحاول ما تكلمناش تاني يعني. وساعتها المهم بتكون خلصت وحياه مايكل على وشك الانهيار. المهم دلوقتي بتبقى مقرر انك تروح لديف اللي كان قال لك انه مستنيك لما حكى لك عن المشكله اللي هو فيها. ولما بتوصل هناك بتعرف واحد منهم اسمه ستيف والتاني اسمه اندرياس. بعد كده بيقول لك انه جاله اخبار ان الراجل اللي عايزينه حاجزينه في الوكاله المحليه بتاعت الدوله يعني غالبا حاجه كده، وعايزين يطلعوه من هناك قبل ما يعترف باللي عنده. فانت بتاخد بعضك وتروح مع ديف وتروح للمكان بتاع المقابله. وانت في الطريق بيقول لك انه عايزك تجيب كذا حد، واول واحد بيبقى فرانكلين. فانت بتتصل بيه وبتقول له انك عايزه في الحوار اللي اتكلمت معاه فيه. قال لك خلصانه، بس يا اخويا التاني عندك. بعد كده بيقول لك ان تاني شخص عايزك تجيبه هو تريفر. فانت بتقول له انت عبيط يا اسطى، والله ما جايبه ولا هو كده. وبعدين بتكون وصلتوا للمكان. بعد كده بتقف مع فرانكلين وتريفر وبتقول لهم على اللي مطلوب. بيبقى مطلوب من تريفر انه ياخدك بس بالطياره هناك، ومطلوب من فرانكلين انه يغطي ظهرك بالسنايبر من بعيد. وبعد ما بتعرفوا المطلوب بتخش تغير، وبعدها بتنطلقوا على المكان المطلوب. بعدها بتنزل على الحته المطلوبه بالطياره، وبعدين بتتحكم بمايكل وبتبدا تنزل على المبنى من بره لحد ما بتوصل للدور اللي حاجزينه فيه، وبتستنى اللحظه المناسبه وبتقتحم من المكان عشان تخطفه. ومن بعيد بتتحكم في فرانكلين وبتبدا تقتلهم بالسنايبر، وبعدها بتتحكم في مايكل تاني وبتكمل على الباقي بالمسدس اللي معاك، وبعدها بتهرب بيه مع تريفر. وساعتها مايكل بيكون بيحميكم بالسنايبر من الطيارات اللي بتطاردكم، وبعدها بتحول لمايكل تاني عشان تخلص على باقي الطيارات، وبعدها بتحول لتريفر عشان تسوق الطياره للمكان المطلوب. ولما بتوصل بتسلم الراجل اللي معاك للناس اللي عايزينه، وبعدين بتخش تغير هدومك وتخرج وتتكلم شويه مع تريفر، وبعدها المهمه بتكون خلصت. صراحه كانت مهمه جامده فشخ. بعد كده وانت ماشي بفرانكلين بيجي لك رساله من تريفر بيقول لك انه عايزك في الهايست اللي هيعملها. في نفس الوقت بيكون نستر باعت لك بيقول لك انه معاه فرصه جامده جحليه ليك وما تتعوضش يعني، وعايزك تعمل. فانت دلوقتي بتقرر تروح لنستر تشوف ايه الفرصه دي. ولما بتوصل بتتكلم انت ولستر عن جي نورس اللي قتلته انه ما يستحقش كده. فلستر بيقول لك بس هي ايه وهيصف الكلام ولا ايه. المهم بعدها بيقول لك ان في واحد عامل منتج اسمه بريابول، والسي او بتدفع للاف دي اي وما بيعملوش اهتمام انها بتجيب للناس اللي في منتصف عمرهم ازمه قلبيه. بيقول لك بعدها ان الراجل ده اسمه مستر جريدي، هو قاعد في فندق معين وبيقول لك انه هيبقى في حمايه عليا يعني. المهم بيقول لك انه عايزك تخلص عليه وهو هيظبطك في المنص. فانت بتقول له طالما فيها منص فانا راشق في اي حاجه. بعد كده بتقوم وتروح للمكان وتستنى لما الوقت يعدي ولما الراجل ينزل وتخلص عليه. المهم ان بتغلط عملت سكيب للمهم يعني، فانت المفروض تقتل الراجل، ولما بتقتله باي طريقه كانت يعني المهمه هتكون خلصت. وساعتها بتاخد 7000 بول. والله وحشتني الجمله دي. بعد كده بتتصل بليستر تقول له ضن يا زميلي وكده، فبيقول لك انهم اشتروا بيت وعايزين حد يسكن فيه عشان الضرايب وكده. بيقول لك تروح انت ويبقى البيت بتاعك، فانت ما بتصدق تخلص من عمتك الهبله دي وبتوافق على طول. بعد كده بتبقى في بيت مايكل، وستيف بيتصل عليك وبيقول لك عايزك تيجي علشان تشوف حل الراجل اللي خطفته ومش عايز يعترف. وبيقول لك ان تريفر جاي وهو كمان، فانت بتقول له خلصانه وبتروح. ولما بتوصل هناك يا عم الله يقرفك يا عم القرف. المهم لما بتوصل بتخش المكان وبيطلعوا الراجل اللي عايزينه يعترف، وبتربطوه وبتطلعوا وسائل التعذيب. وبعدها بيقرر انه يقول لكم على مكان الشخص اللي عايزينه. ستيف بيقول لك تروح على هناك مع ديف. فبتاخدوا بعضكم وبتروحوا هناك وبتلاقوا راجل وبيطلع مش هو في الاخر. وستيف بيقرر يخلي تريفر يعذبه علشان يتكلم. فبتعمل كده وبيقول لكم على مكان تاني. بصراحه قلب رهيف يعني، ما كنتش قادر اعذبه بصراحه، فانا هقطع بقى الحاجات دي. المهم اللي بتبقوا عايزينه بيبقى اسمه طاهر. فبتروحوا على المكان التاني اللي قال عليه وبتلاقوا هناك حفله وكده، ما بتبقوش عارفين هتخلصوا على مين. فبتقرروا تعذبوه تاني عشان يقول على شكله. فبعد محاولات كتيره يعني ومقاومه منه تعذيب بقى كذا مره وكده، بيقول لكم ان شكله عربي وبيدخن كتير، وكمان هو من الحراس وبيستخدم ايده الشمال. ففعلا بتدور بمايكل وبتلاقيه وبتقوم مخلص عليه، وبتبقى كده نجحت في انك تلاقيه وتخلص عليه. بعد كده ستيف بيقول لتريفر انه يمشي مستر اكس ده ويخليه يسافر بره البلد. فانت بتعمل كده وبتاخده وبتخليه يسافر، وساعتها المهمه بتكون خلصت. بعد كده بتقرر تروح بفرانكلين لبيت عمته وتشوف في ايه هناك. ولما بتوصل بتلاقي عمتك بتعاتبك ان ما عادش لا تعرفهم ولا بتزورهم بقى، وفجاه بتلاقوا تريفر داخل عليك. وكالعاده بيذكر في مفاتن عمتك الحسيه مش الجسديه خالص. المهم بيطلع جاي علشان تخرجوا شويه لانه ما عندوش صحاب هنا. ففرانكلين بيحاول يتراوه، فلامار بيقول لك انه عايزك تيجي معاه في حوار كده يعني مع العصابه. فتريفر بيصر انكم تروحوا ويجي معاه. فبتاخدوا بعضكم وبتروحوا للراجل اللي عايزينه وبتطلعوا تاخدوا منه حشيش وكده يعني، ويبقى في مكان الجروف ستريت لو فاكر يعني المنطقه دي من جي تي اي سان اندرس. المهم بتاخدوا الحاجه من الراجل، وبعدها تريفر بياخد باله انه بيغشكم فبيهرب وبيخلي العصابه تطاردكم. فانتوا بتبداوا تحاربوهم لحد ما بتخلصوا
عليهم كلهم. بعدها الشرطه بتطرد، يعني انت عبط يعني يا جماعه، هم بيضربوا نار والله يعني، اشمعنى انا يعني؟ لان انا عبط ضهم. المهم بتروح بسرعه وبتاخدوا لانش تهربوا بيه، وبعدها بتتفرقوا وبتاخد لامار وبتنجح فعلا تهرب من الشرطه وبترجعوا البيت، وساعتها المهم بتكون خلص. بعد كده تبقى مقرر تروح لعلامه الاستفهام اللي على الخريطه، ولما بتوصل بتلاقي الراجل بتاع دماغ الصراصير ده بيعمل معاك نفس الحاجه علشان يخليك تشرب، وانت بتشرب فعلا واضح يعني انها بتجسد لك اسوأ مخاوفك، وبتبقى عند تريفر هي المهرجين وعند مايكل هي الكائنات الفضائيه. المهم بعد ما بتفهم الهبل اللي انت فيه ده بتسيبه وبتجري، والمهم بتكون خلصت ولا ليها اي 60 لازمه. المهم بعد كده علشان تبدا في الهايست بتاع تريفر لازم تجمع الحاجات المطلوبه، وبتروح لاول حاجه تجيبها هي الغواصه. فانت بتخش سفينه وتتسلل مكان الغواصه وبتنزلها وبتنزل وراها علشان تاخدها، وساعتها الشرطه بتطاردك، فانت بتغوص بيها لحد ما الشرطه بتختفي، وبعدين بتاخدها للمكان اللي هتسيبوها فيه وبتطلعوها فعلا، وبتاخدها على التريلا وبتوصلها للمكان المطلوب، وساعتها بتبقى جبت اول مطلوب. بعد كده بتلاقي تريفر بعت رساله بيقول لك ان الغواصه في مكانها وعايزنا نقابله في مكان معين، وبرده بتلاقي ستيف بعت وعايزكم كلكم تتجمعوا برده في مكان معين. فيا ترى ايه نوع الهايست اللي تريفر عايز يعملها، وايه اللي ستيف عايزه منكم عشان كده عايز يجمعكم؟ فده اللي هنعرفه الحلقه الجايه ان شاء الله. وي ما تنساش بقى يا اسطى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، عايزين نوصل ل 500 مشترك بقى يا اسطى، ما عادش حاجه يعني. وي يلا ننام.